تكلمنا عن آخر التحركات الشعبية في ملف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا أريد أن أؤكد لأحبابنا وإخواننا وأخواتنا في السجون الإسرائيلية أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية من حولها لا تتخلى ولن تتخلى عن دورها في إطلاق سراحهم بكل الوسائل التي تتاح وحسب الظروف. والكل يعرف أن هناك بتجري لقاءات، ولكن الجانب الإسرائيلي يحاول أن يماطل في الوصول إلى نتائج حقيقية بالاستجابة إلى الأعداد المطلوبة والنوعيات والظروف المحيطة والمصيبة لهؤلاء الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لكن والمفاوضات تجري تحت مظلة الحفاظ على ما في أيدي المقاومة من أوراق يمكن أن تستخدم للضغط على الجانب الإسرائيلي، وما يلعبه الجانب الإسرائيلي من محاولات استخبارية للوصول إلى ما هذه الأوراق التي في أيدينا حتى لا يدفع ثمنها. في المحصلة نريد أن نؤكد أن ما حدث في صفقة الوفاء الأحرار يعني والتي تم استخلاص الكثير من العبر منها بتحصن الموقف الفلسطيني اليوم في قضية التعاون والتعامل في عملية الصفقة الجديدة. هناك وسطاء عدة، ولكن هناك من يقدم نفسه لإرضاء إسرائيل بالضغط علينا أو محاولة الضغط علينا، لكن في المحصلة أريد أن أؤكد لأسرانا البواسل أن حماس لا تضغط في هذا الأمر. هدفنا هو أن الأرقام التي جاءت في مقدمة هذا البرنامج المقدر هي محطوطة في حسابات وموضوعة في قوالب عقولنا، بحيث أن احنا نحاول أن نفرغ السجون الصهيونية من أبطالنا ونسائنا حرائرنا الكرام وأطفالنا. لا نميز بين فلسطيني من غزة ولا فلسطيني من الضفة ولا فلسطيني عربي، لأنه في أكثر من 20 عربي من الأردن على سبيل المثال موجودين في الأراضي المحتلة. دكتور محمود، دكتور محمود اسمح لي، 400 شخصية. وبالتالي الرسالة واضحة، هناك من يجري بين الطرفين لاستطلاع الرغبة في الاستمرار أو الرغبة في الوصول إلى اتفاق، لكن حتى هذه اللحظة لم تصل إلى القضية إلى نهايتها، وستصل بإذن الله تبارك وتعالى. دكتور محمود، يعني